للحديث أكثر عن حادثة طرد الوفد العراقي من أحد المطاعم في لبنان بمعرفة متظاهرين غاضبين والرسالة التي أريد توصيلها للمحور الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. سيد نظير، بداية أهلا بك. متظاهرون غاضبون يطردون وفد حكومة بغداد من أحد مطاعم بيروت، كيف تقرأ المشهد والرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني ما فعله المتظاهرون في بيروت حينما قاموا برفع شعارات وتعمدوا إلى طرد الوفد العراقي ومع مستقبليه من اللبنانيين، يدل على أن الشعب اللبناني لا يختلف عن الشعب العراقي، وهو مشخص لحالة الفساد التي تعاني منها الحكومة اللبنانية وبمعاونة من النظام العراقي. النظام العراقي ذهب إلى لبنان ليرمي طوق النجاة للحكومة التي يتحكم بها حزب الله هناك في بيروت. فالأمر أن هؤلاء سواء يعني مسؤولين عراقيين أو المسؤولين اللبنانيين هما وجهان لعملة واحدة ويداران من طرف واحد هو الطرف الإيراني. نعم. سيد نظير، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أصدرت كما تعلم بيانا حيت فيه ثوار لبنان ووصفت موقفهم بالشجاع، هل هو إجماع برأيك على رفض المحور الإيراني؟ يعني لو تذكر في بداية ثورة تشرين كان هناك يرافق ثورة تشرين ثورة أخرى وخروج للجماهير اللبنانية للتظاهر ضد النظام اللبناني المنقاد من قبل حزب الله. نعم. ولنفس الأسباب التي خرج من أجلها المتظاهر العراقيين، ذلك لأن معاناة الشعب اللبناني لا تختلف كثيرا عن معاناة الشعب العراقي، وبالمحصلة هما يعانيان من أنظمة مرتهنة بإرادتها السياسية والاقتصادية إلى النظام الإيراني، وبالتالي المشاكل متشابهة وحالة الدركة التي وصلها البلدان. نعم. هي بسبب هذا الارتهان للإرادة الإيرانية، لذلك تجد أن الشعب العراقي والمتظاهرين منهم بالذات يحيون ما يفعلوه المتظاهرون اللبنانيين لأنهم يتوحدون في الأهداف. نعم. الآن المراقبون يقولون أن الوفد العراقي إلى لبنان ذهب لإنقاذ ميليشيا حزب الله المتنفذة في لبنان من الورطة الاقتصادية الواقعة فيها، باعتقادكم هل العراق يتحمل دفع الاقتصاد اللبناني خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا؟ يعني كما تعلم أخي الكريم، النظام الإيراني الذي كان هو متكفل بدعم يعني ميليشيات المتواجدة سواء في لبنان والعراق وفي اليمن الآن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بل وصل اليوم صرف الثومان الإيراني بحدود 204 ألف مقابل الدولار الواحد، لذلك هم يحاولون استنزاف الاقتصاد العراقي لرفد هذه الميليشيات. والنظام الحاكم في لبنان الآن مرتهن بشكل كامل لحزب الله، ويحاولون من خلال العراق أن يساعدون هذه الدويلة المتحكم بها من قبل حزب الله لإعادة تعويمها مرة ثانية. لكن يا ترى هل العراق الآن في هذه الحالة هو قادر على أن يعني يستطيع أن يساعد لبنان بالرغم أنه هو نفسه غارق في مشاكل اقتصادية ربما ستأتي بالنظام العراقي بشكل كامل؟ نعم. في سؤالي الأخير إليك سيد نظير، إلى أي مدى ترى أن قرار إرسال الوفد إلى لبنان وكذا النفط الذي سيرسل لفك أزمة المحروقات في لبنان، إلى أي مدى ترى أنها قرارات خرجت بالفعل من بغداد وليست إملاءات؟ يعني نعم، يعني الأمر واضح بأنها هي إملاءات إيرانية، والأمر واضح بأن إيران تفرض على النظام العراقي أن يتحمل فاتورة يعني أخطاء النظام الإيراني في لبنان وفي اليمن، وتحاول أن ترهق الاقتصاد العراقي بمستحقات جديدة كما فعلت ذلك في الموضوع السوري، حيث تكفل العراق برفض النظام السوري يعني مليارات عديدة. جاء اليوم الدور على لبنان، وربما غدا سيكون لمساعدة الحوثي في اليمن. نعم. لذلك سيبقى العراق عبارة عن بقرة حلوب للنظام الإيراني
ينفذ من خلالها اجنداته المنتشره في منطقه الشرق الاوسط. والكاظم الذي يعني يحاول ان كما يبدو او كما يصور نفسه للشعب العراقي بانه يحاول ان يخرج من الطوق الايراني، يبدو انه ما زال مكبلا وما زال يعني مرغما على تنفيذ ما تريده منه ايران وهو يعني صاغر. الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.